صدق مسعودي ابن مدينة سقلميمة، شونطور دو راي ولد الشعب. بالنسبة للمواهب ديالي الموسيقى بيان سور والسبور. بالنسبة لي الفن هو حب الناس للفنان، كيفاش تخلي الناس يبغيوك والتعامل ديالك مع الناس وكيفاش تتعامل معاهم المهم هذا هو الفن بالنسبة لي. كاين شي فن بلا هادشي راه ما كاينش. الحاجة اللي ما يبغوكش فيها الناس ولا ما غاديش تسمى فنان. في جميع الدومين، في جميع القطاعات، في جميع الفنان هو اللي يستطاع انه يخلي الناس يبغيوه ويحبوه. هذا هو الفن بالنسبة لي. بصفة عامة تيبان لي الفن هو رسالة. إذا ما كانش الفن رسالة هادفة باش أنك توصل. الفن بصفة عامة نقدروا نقولوا عليها هو التواصل ما بين الناس. داك الفقير كيفاش يوصل الميساج ديالو للغني، كيفاش واحد ظالم مظلوم يوصل الرسالة ديالو لهذاك اللي ظالمه، ولا يلغا كونت لي سوجي. الفن تتوصل به الرسائل، تتواصلوا به الناس كرسائل وصفي. هذا هو الفن. الفن خصو يكون رسالة هادفة، ويكون تعرف كيفاش توصل الميساجات ديال الناس لهذوك الناس اللي بغاو هذوك اللي تعطوك ناس ميساجات توصلهم الناس بغاوهم يوصلوهم. خصك انت تعرف كيفاش توصل. انت كتعتبر بحال مرسول من الناس لواحد باش يتوصل ميساجات ديالهم الناس اخرين. هادشي اللي تيبان لي هذا هو هادشي علاش كيضر الفن. موهبه الصدقه مسعودي ولد الوسط الفني، الوالد الله يرحمه كان فنان وكان من التلاميذ ديال الحاج محمد العلقه في الجزائر. فنان كبير، راه الناس كتعرف الحاج محمد العلقه الله يرحمه. الوالد كان من التلاميذ ديالو، وحنا من الصغر كنا كنسمعوا الموسيقى في الدار، وكنا كنسمعوا كبرنا واخا رانا في المغرب كبرنا في وسط جزائري اللي خلاني نميل للفن ديال الري. شحال واحد تيقولك علاش مشيتي للري بالضبط؟ هذا هو علاش مشيت، لان كبرنا في وسط جزائري واخا رانا في المغرب كنا كنسمعوا الشعبي الجزائري في الدار من صغرنا وكذا. الشيء هذا هو الفن. راه تيبقى فن موحد عالميا، سواء أمازيغية ولا عربية ولا الفرنسي ولا أونجلي، ولا الفن كيبقى رسالة موحدة عالمية كيتجمع عليها جميع الفنانين. بمعنى بحال الجزائر بحال المغرب، وكل واحد واش كل واحد والهيت ديالو، وكل واحد والنظرة ديالو على الفن. كاين اللي كيقول لك تيفاجي عليه الحزان، كاين اللي صادي على حسب الشخص والظرفية اللي راه فيها، الظرفية معينة. أي واحد تقدر تسمع بزاف ديال الأنواع ديال الفن في حياتك اليوميه، على حساب الموقع اللي راك فيه، وعلى حساب المشاكل اللي راك فيهم. مثلا راه كتلقى واحد مثلا عنده مشكل، راه كيميل خصو يتصنت لواحد الديسك معين حيت لقى فيه راحته في داك المشكل. لقى راه بحال بحال راه كيحس به هذيك الاغنيه كتحس به، تيتصنت لها غدا عاود كيكون ناشط كيمشي يقلب على شي حاجه اخرى. هكذا كتمشي الامور. مزيان التعامل ديالي مع الدراري ومع الناس ديال المدينه مزيان، ومع كاع حتى لي فان ديالي لا في الفيسبوك ولا في المحيط ولا اون جينيرال. التعامل مزيان، ما عنديش مشكل مع حتى شي واحد. تيشكروك الاعمال ديالك وكذا، والحمد لله. هادشي اللي بقات المعيقات اللي كتواجه اي فنان هي اللي كتواجهني انا، بحكم رانا في المنطقه والناس عارفين المنطقه ديالنا كي دايره وعارفين المدينه ديالنا كي دايره. ما كاينش معهد موسيقي، ما كاينش جمعيات مثلا خاصه بالموسيقى اللي تشجع الشباب في المنطقه ولا شي حاجه باش يزيدوا القدام. هادو هما تيبانوا لي معيقات. هما الدراري راه كاينين كفاءات، وكاينين ناس دراري في المستوى العالي ديال الموسيقى تبارك الله. دراري في المستوى راه الناس عارفين، الناس راه كل واحد عارف اش كاين. نتمنى ان شاء الله تكون جمعيات ديال الموسيقى، وتكون بادره ان شاء الله تكون معهد موسيقي، ولا راه هادشي اللي كنتمناو ان شاء الله. هادو هما المعيقات اللي كاينين. وعليكم السلام. على خويا صديق كبير عليك واحد الشيء ديال بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا خويا عمر على الاستضافه مره اخرى. اغلبيه الاوقات ديالي كنقضيهم مع الاخ ديالي السي نور الدين لوهو، وبطل وفنان. راه الفن راه ما كيتجلاش غير في الفن،
الفن راه كاين في بزاف ديال بزاف الفني بانواعه، الفنان مازال الموسيقى كاين فنان في اي واحد تيدير شي حاجه وكيبدع فيها وكيعطي فيها كيتسمى فنان. اذا انا تنريح بزاف اغلبيه الاوقات ديالي مع هذا البطل هذا، خويا وصديق الطفوله ودوزنا بزاف ماشي قليل، نتمنوا ليه ان شاء الله مسيره موفقه هنا في تكون بزاف وعنده تنرتاح. من بين الطرائف اللي وقعت لنا كنا في واحد الوقيته وكانت واحد البطوله غادي يشارك فيها البطل نهار الاحد، كانت نهار الاحد وما عرفناش لاصال فين جات، وحنا غادي نشاركوا ما عارفينش فين جات الموقع ديال المشاركه، واللي كانت سارة وجدة كامله على رجلينا، تاي حطنا طوبيس هجنا طوبيس وسولو هنا وسولو هنا، وفي التالي لقينا لاصال وتكلاص الاستاذ نور الدين مبارلي برومي، الناس ما كانوش عارفينو كاع شكون هو ومنين جاي، دخلنا ودا تكلاصا مزيان زعما هذا الطرائف اننا تسارينا مزيان على رجلينا باش نلقاو البلاصه فين غادي يشارك. هذه من بين الطرائف اللي ما عمرها غادي تنسى الحمد لله. واش نقول لك صديق، راه ماشي غير صديق، اخ اكثر من شي حاجه، اكثر من صديق اكثر من اخ، راه هذا هو الصديق ديالي، والحمد لله دوزنا الكثير انا وياه، والحمد لله ما عمر زعما كان عندي معاه شي اختلاف ولا شي ولا تزعفنا ولا، الحمد لله كانت الامور مزيانه، واخا تنتزعفوا ما تيبينليش ولا نبين له وتتمشي الامور مزيانه، وهذه هي الصدقه ولا فعلا. تبارك الله صديق كفنان، اش غنقول لك، تبارك الله عليه فنان زعما موهوب وعنده موهبه وعنده ما يقول في المجال الموسيقي صراحه، تيدير داكشي المجهودات ديالو الفرديه والماتريال ديالو بوحدو، ومنه مخرج، منه فنان، منه كاتب، منه تبارك الله عليه كلشي مجموع فيه، وخصو غير شويه ديال التشجيعات وتبارك الله غادي يمشي بعيد. نصيحه تنقول ليه زيد في داك المجال وما تيأش وما ترجعش اللور وما تصنتش الناس اللي تينغوش اللي يقول لك هذا الفن لا ما مزيانش لا هادي، بغيتي واحد الهدف راه غتوصل ليه وغتوصل ليه ان شاء الله، غير ما ترجعش اللور. انا تنعرفك انسان عصامي وما تترجعش اللور، وكن على يقين غادي تنجح ان شاء الله. خويا صديق المهم يطلعك الحمد لله الأصدقاء قل بما تقريبا الحمد لله ما عنديش معهم شي، كلهم اصدقاء ديالنا وكلهم خوتنا وكلهم احبابنا، بحكم قل بما اللي ما كيعرفهاش مدينه ما كبيراش بزاف، الناس معارفين بعضياتهم وحنا خوت الحمد لله كاملين، ما كاينش الفرق، ولكن البلايص فين كانت انا ماشي من العشاق ديال القهوه نمشي نريح في القهوه، ولا تكون غير عند جوج الاصدقاء ولا ثلاثه بينهم نور الدين اللي هو اللي دزنا عنده البطل، وعبد الصمد خويا اللي رانا عنده دابا هنا فين تناخذ راحتي مع هاد الناس هادو، الناس ولاد الشعب ودراوش هادشي باش كان نرتاح معهم، ما كنمشيش لشي حاجه اللي سميتو، تنبقى غير مع هاد الناس هادو حيت مرتاحين معهم الحمد لله خوتنا، وجمعنا اكثر من الاخوه الصغار والطفوله، وكبرنا مجموعين والحمد لله حنا كبرنا وحنا مازالين مجموعين، والله يجمع شملنا ان شاء الله في الخير ان شاء الله. صمد بمثابه اخ ديالي، جمعتنا الطفوله وجمعنا بزاف د الحوايج وجمعتنا الرياضه وجمعتنا بزاف ديال المسائل. السلام عليكم، بعد السلام نحكمكم على السي الصديق، اولا صديق مسعودي ماشي صديق، هو اخ وماشي صديق، وصراحه كتربطنا انا وياه واحد الاخوه، علاقه اخوه شنقول لكم يعني ما كتوصفش وما كنقدرش نستغني عليه صراحه، حيت هو يعني من اقرب الناس ليا انايا، وصراحه ما كندوش ما كتحليليش الوقت بلا به، هو
وشنقول لكم صراحه يعني صديق من نوع الدراري اللي تصاحب معاه ولا اللي عرفوه ولا شي حاجه ما يقول لكم هذه الهضره اللي غنقول عليها انا يقول لك غير قليله صراحه نقولها لكم الناس. انسان قدوه يعني يقتدى به الانسان الاخر والله يعمرها هذا صراحه وكان عمري يعني الحاجه اللي كترفتني انا وياه كنا تعرفنا في ايامات صغر تعرفنا اومي طون في جمعتنا الرياضه واللي جمعنا والحمد لله شتو بواحد انسان خلوق انسان تف حسن المعامله ديال الانسان كل كيحشم شنقولوا يعني اعجاز اللسان عن التعبير الوصف ديالو الله يعمر ليه الدار صراحه وليا الشرف ان يكون عندي صديق بحالو وكنتمنى لاي واحد كيعرفو راه عشان نقول لكم راه غتعرفوا بان الهضره ديالي قليله في وجهه هو. شكرا صديق خويا فنان كبير غني عن التعريف حتىش ان الواحد يعرفو حتى الحمد لله الناس اللي عرفوه لا من ناحيه الصوت لا من ناحيه هو حاجه وحده اللي خاصه هو ان اطلاق الدعم من الناس المسؤولين انه يدعموه حيت فنان كبير صراحه يعني فنان له مكانة في الفن صراحة. واحد الإضافة كنحب نشكر السيد عمر مرزوقي على القناة ديالو الفوتوغرافي ديالنا تنشكروه بزاف على هذه الاستضافة اللي درنا حنايا وتنحاولوا نشكروا السي صديق على استضافته ليا حتى هو كنشكرو كامل الشكر ليه أنايا بزاف. بالنسبة للناس اللي كنوجه لهم الشكر في الميدان الفني كاع الناس اللي كتشجع صدقة مسعودي واللي كيساندوني من قريب او من بعيد بزاف ديال لي جارجيريان بيان سور كاين امين تيتي كاين الشاب رضا وكاين الشاب ميمو هادو لي جارجيريان اللي كيساعدوني بزاف وتعاونوني بزاف وتيشجعوني بزاف وما نساش عادل الميلودي بيان سور وخويا جواد الاسمر والصراحه ما كرهناش يحضروا كاملين كلهم عزاز وكلهم كاع بالنسبه للناس اللي كنعرفهم زعما في الفن وكذا تنوجه لهم تحيه من المنبر ما كرهناش الله الا لقينا في ساعه الخير ان شاء الله وربي يجمعنا في شي مهرجانات ولا في شي حاجه نتلاقاو معهم ان شاء الله. بالنسبه للثقه في النفس كما قلت الثقه في النفس بنادم هو اللي كيصنعها ماشي بالضروره تكون في الفن ولا تكون في الثقه في النفس انت تصنعها لراسك اي واحد في اي دومين يقدر يصنعها في راسو يصنعها لراسو بيديه ولا تسنيتي مثلا الوسط ديالك يعطيك الثقه في النفس ولا كذا ما كنظنش انا غادي الا ما شجعتيش راسك براسك باش تفرض راسك مثلا في المجتمع في اي دومين كان ما تقدرش ما كاينش اللي غادي يقول لك انت ولا كذا ولا انت فرض راسك وعرف اش تدير وعطي شي حاجه اللي في المستوى ديال الدومين اللي راك تدير فيه هذه هي الثقه في النفس. الالهام ديالي تيبقى محدود في الناس البساط وفي الناس حنا الناس البساط ورانا مع الناس البساط ولا الشعب كما تنقول ديما الالهام ديالي هو انك تشوف ناس فرحانين وتشوف حتى واحد ما قنطان وتشوف في الناس اللي مخصوصين واللي خاصهم واللي مضرورين في المعاناه ديالهم نهار تلقى كل شيء فرحان ولا تلقى واحد يتيم فرحان ولا تلقى واحد مريض ولا فرح ولا لاباس عليه ولا هذا هو الالهام وهذا هو احسن حاجه تقدر تخليك تفرح بزاف اكثر من شي حاجه اخرى. بالنسبه للكلمات كاين بزاف اغاني وكاينه الاغنيه اللي كتبتها على الام كتبقى الام هي كل شيء وكتبتها على قبل الوالده ديالي وكان هديوها لجميع الامهات بيان سور مهمتي الحنينة مهمتي الحنينة غير سمحي لينا وراسك شاب بالتخمام وصير علينا مهمتي الحنينة غير سمحي لينا وراسك شاب بالتخمام وصير علينا مهمتي الحنينة غير سمحي لينا وراسك شاب بتخمام وصير علينا يا ميمتي الحنينة غير سمحي لنا وراسك شاب بتخمام وصير علينا يا
حاجه كتغنى على الام ولا اي حاجه كتقال على الام سواء في شعر ولا في اغاني ولا في كذا راه كتكون شي حاجه تكون شي حاجه اللي حساسه بزاف ويسكره كل واحد عزيزه عنده مو كل واحد تيبغي مو بزاف اللي عايشه ربي يطول في عمرها واللي مات ربي يرحمها من هذا المنبر هذا راه ما كاينش شي واحد اللي اي واحد راه ما كنوصلوا الام راه كلشي تيوقف بمعنى اي حاجه تقالت في حق الام راه كلشي تيوقف احتراما وتقديرا لهاد الام هادي اللي راه ما كتعوضش. نتمنى ان شاء الله المدينه ديالنا تزيد القدام، نتمنى ان شاء الله يكونوا جمعيات راه ما كاينه حتى شي جمعيه بلا ما نهضروا على المعاهد خلاص نهضروا على الاقليم كامل الاقليم الرشيديه كامل ما فيهش معهد موسيقي مثلا بالنسبه للناس اللي كدير الموسيقى غادي نهضروا غير على جمعيات نتمنى تكون غير جمعيه موسيقيه مثلا يبقى يتجمعوا فيها الشباب ويتجمعوا فيها هاد الناس اللي كيهوا وكيعشقوا الفن ديال الموسيقى يلقاو فين يتجمعوا فين يتوحدوا ويقدروا يديروا برنامج مثلا ديال مهرجانات في المنطقه ويحاولوا يزيدوا باش حتى المنطقه تزيد شويه لقدام والناس تلاقاو وتعارفوا وما تبقاش ما يبقاش الحقد وما يبقاش جمعيه خاصها تجمع ناس ما كايناش عندنا حتى جمعيه موسيقيه اللي غادي يكون فيها رئيس ويكون فيها النائب ديالو ويكون باش تمشي الامور كاينين بزاف ديال الجمعيات كنتمناو تكون جمعيه ويكون شي واحد اللي يكون في المستوى ونحيدوا الخلافات ونحيدوا هذا ما كيهضر مع هذا يتجمعوا الناس كاملين كاع اللي عندهم علاقه بالفن مثلا بالمدينه وان شاء الله تمشي القضيه مزيان القدام كاينين الفنانه ونتمناو الخير للجميع ان شاء الله. السلام عليكم، دابا غادي نمشيو نزور واحد الصديق ديالنا اللي عزيز عندنا بزاف ما غاديش نقول لكم شكون نمشيو حتى نوصلوا عنده وغادي تعرفوا شكون. وسعيد رانا اليوم عند خويا سعيد مجموعه تكتك في المحل ديالو الصديق ديالنا فنان حتى هو كنجيو نجلسوا معاه هنا مره حتى هو وكذا ونبدلوا الروتين من الاصدقاء ديالنا الله يعمرها دار والناس كامله اللي ما كيعرف سعيد غادي يعرفوا دابا الحمد لله الله يعمرها دار وحنا ان شاء الله تنتمنوا لهم ان شاء الله مسيره موفقه اخوتنا الفنانين كاملين والخويا سعيد بيانسو سعيد بغض النظر على الفن ديالو وبغض النظر على انه رئيس ديال مجموعه تك تك ولا المقدم ولا الرئيس كما تيقولوا هو فنان تشكيلي تيخدم حتى في الفن التشكيلي حنا تعرفنا تلاقينا في, 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 في شي بلايص خدم فيهم الفن ديالو بالنسبه للفن التشكيلي تما فين تعرفنا مزيان انا وسعيد ومن بلوس زادت المعرفه ديالنا في الفن بحكم بويسك هو فنان مع مجموعه تاك تاك وكيخدم حتى في الجروب هنا فاش تعرفت مع سعيد وزادت المعرفه ديالنا كبرت. السلام عليكم، معكم سعيد ومرحبا بكم في محل عطور تاك تاك. بالنسبه ليا غادي نهضر لكم على الاخ صديق هو صديق ديالي صراحه وليا الشرف اني نتعرف عليه وهو انسان ظريف تيساعد فنان كبير بمعنى الكلمه وكنتمنى له التوفيق ان شاء الله وكنتمنى له المسيره الموفقه ان شاء الله في هذا الفن هذا ويمشي بعيد ان شاء الله ويمثل هذه المنطقه ان شاء الله. هادشي اللي اول لقاء ديالي مع صديق كنت انا كندير الجداريات واحد مؤسسة كنت ندير الجداريات تنرسم وصدفة كان هو جاي وتلاقيت معاه وكنا تنهضروا على الفن وهكا قلت هو راني فنان وكذا وبالحكم ديالو فنان موسيقي وحتى انا كندير هاد الموسيقى هادي وتنخدمها وكان الموضوع نيت على الفن وعلى الموسيقى بصفة عامة. كنوصف لك على صديق مسعودي الوصف ديالي ما غاديش صراحه لاني حيت انسان ما كانش بحالو انسان خلوق متعامل كيساعد وصراحه كنتمنى الاخ صديق هو الله يعاون ديالو وكنتمنى ان شاء الله يكون ناجح في المسيره ديال الفن ديالو ولما ان شاء الله نشوفو داير شي نهار شي بوز حتى هو كما تيديروا الفنانين الاخرين هادشي اللي كنتمنى الاخ صديق. العلاقه اللي بيني وبين هاد البلاصه هي اولا قريبه للدار كما كتعرفوا كاع قلميمه كامله كاع لا في السونتر لا في كدا اي بلاصه راه قريب لك الغابه باش تمشي للغابه هاد البلاصه هادي قريبه للدار
تنخرج بزاف فاش نخرج نبغي نتكلم راه كنجيب وحدي لهاد الجهه وشحال من مره كنجي نكتب هنا وكتبت ما بين الاغاني اللي كتبت في هاد البلاصه بالضبط هي واخا جنيه حصلت كحيه هنا كتبتها بالنسبه للكتابه راه اي واحد تيبغي يكتب راه تيبغي مكان يكون كالم يكون فين يريح فين ياخذ راحته ما يكونش ضجيج ما يكونش كذا باش انك تستطع انك تركز على الكتابه ديالك. بالنسبه للاغاني اللي كنرتاح لها في الاغاني فاش نبغي نغني نغني سونتيمونتال بزاف بوسك الناس يقولك عندك صوتك حزين فيه لمسه حزينه فيه كذا بمعنى كيميل للسونتيمونتال بزاف ما تنبغيش نغني شي حاجه خارج السونتيمونتال سواء انا حتى الا غنيت شي حاجه المهم في العشق ولا من غير العشق ولا شي سونتيمونتال كاين اللي كيربطوا بزاف بالعشق وبالحب وبالغراميات وكذا ولكن انا ما كنربطوش نقدر نغني به مثلا في السونتيمونتال حوايج ديال بالنسبه للعشق وكذا ولكن نقدر نغني به حتى حوايج هادفه مثلا اللي كنوصل بها ميساجات وميم طون تيبقى في السونتيمونتال عندي دويسك مثلا ديال راني نبغي كالبنيه سونتيمونتال بزاف هو وعجب بزاف ديال الناس هذاك الشيء باش كيعجبني نعاود نغنيه ونعاود نغنيه مرتاح له حيت مرتاح له الناس انا مرتاح له حيت الناس عاجبهم وكيتصنتوا له وكيعجبهم في الاداء وعجبهم في الكلمات ديالو داك الشيء باش مرتاح له وبالنسبه للكلمات ديال راني نبغي كالبنيه هادي بحال قلتي حنا عاودنا تنعاودوا قصه ديال واحد الشخص اللي هو واحد الصديق ديالي عنده هاد القصه هادي ديال راني نبغيك البنيه ديال واحد الشخص عاود لي قال ليها كيفاش داز في واحد المشاكل في شي حوايج كذا في الغراميات مع واحد البنت راه تزوج بها دابا الله يسخر عاود لي كيفاش وكذا قال لك واش ممكن تكتب عليها وكذا وانا هزيت بحال حطيت راسي في بلاصتو وبديت تنكتب وكتبت كذا وهادشي باش طلعت هاد الاغنيه هادي طلعت بسميتو بحال امور واقعيه جسدناها في الاغنيه وخرجناها لارض الواقع تجسيد الواقع في اغنيه هو هي حكايه شخص بنادم عطانا الحكايه ديالو واشنو وقع له وفين داز واش كذا حنا حطيناه جسدناه بداك الشيء اللي وقع له هو حنا حطيناه في كلمات وكذا وحاولنا رجلنا المسائل هكا باش طلعت هذه الاغنيه غادي نخليكم تسمعوا واحد المقطع منه ان شاء الله. راني نبغيك البنيه راني نبغيك عينيا قلبي راهو ليك يا غير انتيا قلبي ديتو ليك يا غير انتيا راني نبغيك البنيه راني نبغيك عينيا قلبي ديتو ليك يا غير انتيا قلبي ديتو ليك يا غير انتيا الصراحه ما كان لا دعم مادي لا معنوي كاين معنوي ولكن بشكل تنتسمى كندير شويه البسالات بالنسبه لي وكان لي البسالات خصك تبقى ساكت على شي حوايج وانا ما نقدرش نسكت انا تنقول بالنسبه عندي فكره فاش يكونوا الناس فرحانين خصنا نفرحوا كاملين ولكن فاش يكون واحد مقهور ولا واحد مو مريضه ولا راه امبوسيبل نكونوا كنشطوا حنا وواحد مو كتموت راه فاش كنشوفوا ديكورات ولا نشوفوا معاناه ديال الناس ولا شي واحد درابت عليه دارو ولا شي حاجه راه امبوسيبل باش انا كيفاش غادي تفرح كاين اللي كتجي عاديه يكون مهرجان ولا راس السنه مثلا واخا يكون راس السنه والناس فرحانه وكذا ما كتشوفش بان واحد مسكين راه ما عنده فين يسكن ولا فين يبات كتشوف شي حالات اللي ما كيخليو كي غادي دير فإلا مشيتي تفرح راه كتسمى منافق اذا حنا الا كنا شعب واحد وكنا بصح تنقولوا ولاد الشعب راه ماشي ما خصناش نفرحوا في الوقيته اللي يكون واحد خص كلشي يكون فرحان وكلشي يكون نشط باش نشطوا كاملين كاين باش ينشط بنادم اون بيرسون ولا نشطوا 10 د الناس و1000 واحد ميتة ولا واحد تتاكل العصا ولا لو واحد كيعاني ولا مو في السبيطار ما لقاش باش تداوى ولا في المعاناه ديال الوطن ديالنا وحنا كنعرفوا راه امبوسيبل باش تفرح ولا تنوض تمشي شي واخا تعيطوا عليا بعض المرات فشي مهرجانات ولا شي حاجه فاش كنشوف شي حاجه اللي ضرتني ما نقدرش نمشي على كتشوف بحال غادي نمشيو نفرحوا على الجراح ديال الاخرين وعلى المعاناه ديال الناس اخرين وماشي هكذا الا كنا تنقولوا فنان ولاد الشعب خصك تكون ولد الشعب ديال بصح وتحس بالمعاناه الشعب بصح كنتي غادي تغني غادي تطلع تغني مع الفقراء ومع الناس البساط اللي هما ولاد الشعب بصح ولا كنتي غير غادي تبقى تقول ولد الشعب وتمشي تفرح وتنشط على الجراح ديالهم والمعاناه ديالهم هذاك ما كيتسماش فن وما تنسميهش فن هادشي اللي كيبان لي
بالنسبه انا ما متفقش مع هذه المقوله ديال الغذاء الروح وما عمرها غادي نتفق. الا كانت الموسيقى غذاء الروح اش غادي نقولوا على القران الكريم؟ الا كان الله سبحانه وتعالى يقول لك غذاء الروح هو من الروحانيات، ان الروحانيات هو شي حاجه اللي عندها علاقه بالله سبحانه وتعالى. باش ندخلوا الروحانيات في الموسيقى ما كيبانليش انا، هذوك الهوايج وداك الشيء تيقول واحد راه الروحانيات والمجاديب، ما الله اعلم، انا ما كنكذبش وما كنثقش، ولكن باش نقولوا الروحانيات الموسيقى ما كنضلش. الموسيقى كتبقى غير رساله ما بين رساله تواصل ما بين الاشخاص. كيفاش توصل انت من ضروره؟ راني قلت لك كاين مشكل الفقير باش يوصل الغني، ولا واحد مقهور باش يوصل هذاك اللي قاهرو، ولا تتبقى رساله تواصل بين الاشخاص. ما باش نقولوا روحانيات ما كنظنش انا، باش كيفاش روحانيات اش غادي تحس من الداخل؟ الروحانيات هو تكون في الجامعة، هو تكون في الاختلاء ديالك بينك وبين الله سبحانه وتعالى، شنو تدعي ليه، تطلب المغفره كذا، هنا كتتجلى الروحانيات. ملي تيقول لك الموسيقى روحانيات، انا ما الى روحانيات ما عرفتش كيفاش. يشرحوا لنا عاود الى كاين شي واحد اللي يقدر اللي بان له الجواب ديالي في شكل، يعطينا شي حاجه من الموسى، باش انا مازال ما متقبلش انها تكون كيفاش الموسيقى حوايج روحانيه وكذا، ما جايانيش. الروحانيات تتبقى في علاقتك بين الله سبحانه وتعالى والدين ديالك، كيفاش كتعبد وكيفاش كتوصل الميساجات ديالك الله، هنا هما الروحانيات. الموسيقى راه حاجه من الموسى، راه كنسمعوا كاين نوطات كاين كذا كاين مقامات كاين، بمعنى ما كاينش شي حاجه اللي ما كتبانش. الروحانيات هي شي حاجه ما من الموسى وما يعرفش واحد يشرحها، ولكن فاش نقدر نشرح لك نوطه ولا مقام ولا كذا، ما تتبقاش من الروحانيات. باش كتحس ولا راه كان واحد الموسيقى كيتنغم كيستمتع بالموسيقى حيت سمعها، ولكن باش نقدر نقول لك انا بيني وبين الله شي حاجه حسيت بها، ولا بعض المرات كتجيك واحد الفرحه من الداخل، انت كاع ما عندك لا فرح لا والو، وتجيك بعض المرات واحد الفرحه وكتبدا تبتسم غير بوحدك في الطريق. هادو هما الروحانيات، كيفاش طلعت هاد الابتسامه هادي وانت ما عارف ما قال لك شي واحد شي حاجه ما، وكتحس براسك فرحان، وبعض المرات كتنزل عليك القنطه بوحدك طالع عليك الدم ما بيك حتى شي حاجه. هادو هما الروحانيات. ولكن الموسيقى الروحانيه شنو نغم لك باش تسمى روحانيه؟ الا نغمت لك راه عارفين المصدر ديال هاد الروحانيات منين جاوا، الا سموهم روحانيات المصدر ديالهم انه واحد تيعزف وواحد تيتصنت، احنا عرفنا كيفاش. ولكن فاش شي حاجه جايك وما عارفهاش منين جايك، هادو هما الروحانيات. لا علاقه الروحانيات بالموسيقى، الموسيقى كتبقى رساله بين الناس والتواصل ديالهم، هذا يوصل هذا كيفاش هذا يوصل هذا، هذا ما قدرش يواجه هذا، راه كيمشي يوجه له في الميساج في الدياسك في الاغنيه ولا كذا، هكذا كتمشي الموسيقى، وكتبقى موسيقى رساله بين الناس وليست علاقه بالروحانيات. الصوره الحقيقيه ديال الفن، كل واحد وكيفاش كيفاش كيتعامل، وكل واحد كيفاش كيشوف. كيما قلت لك كيفاش درتي راسك فاش تكون الفن، راه كاين اللي تابع في الفن شي، كاين اللي تابع في الفن العفن، وكاين اللي تابع في الفن كاينين الناس وناس، وراه ماشي كلشي احنا تابعين الفن. راه كاين مثلا اللي تابع الفن خصو يزها وخصو يشط وخصو مثلا خصو يدخل شي حوايج اللي ما كيدخلوش، يكمي ويدير شي حوايج اللي ما كيداروش، تسمى تيقول لك هذا هو الفن. وكاين واحد ملتزم مثلا ما يسكر ما يدير شي حوايج اللي ماشي هما وكذا، تيكون ملتزم مثلا في كذا وتيبغي الفن من اجل الفن، ماشي تيبغي الفن من اجل انه يوصل به شي حوايج ولا يوصل به كذا ولا يبقى يدير به شي حوايج اللي في شكل. كل واحد وكيفاش كيشوف، وهذا هو الشوفه اللي كنشوفها انا والله اعلم. ماشي باش نحتاج انا شي حاجه عند واحد هنا ويقول لك ما عنديش ولا ما بغيتش ولا كذا، ولا واحد اخر يمشي لاخر، ولا تلقى واحد ما تيهضرش مع الاخر، وهذا راه ما كيتسماش فن. راه حنا ولينا دخلنا لشي حاجه اللي الا غير غادي ندبزو حيدو علينا هادشي. واحد ما كيهضر مع واحد، هذا دار جروب ما نهضرلوش حيت دار جروب، هذا انا علاش انا احسن منه؟ ما كاين حتى شي واحد احسن من شي واحد. الفن راه تيبقى فن ديال الجميع، ما الفن خصنا نكونوا متوحدين فيه ونكونوا خوت وفرحانين، ونتمنى من لي جروب تقول ميما يحيدوا علينا هذا الهز هذا، وهذا الخزعبلات، وهذا شد فيا شد فيك وهضر فيا نهضر فيك، يكونوا خوت جميعا ان شاء الله، وباش يمشي هذا الشيء لقدام. راه كاينين فنانه وراه كلشي فنان، وكاع اللي عاطي الضمير للموسيقى ولا تيميل للموسيقى راه كيتسمى فنان. ما مشيتي تما ولا تقلب على واحد الاله الا راك بغيتي تتعلم وبغيتي تكون من اهل الفن، ومرحبا بك في الفن، وراه الفن ديال الجميع ما ديال حتى شي واحد. نتمنى ان شاء الله يتوحدوا الصفوف باش يزيد هذا الشيء لقدام. تشكر عمر على هذا الروبورتاج هذا، ونتمنى ان شاء الله مسيره موفقه ان شاء الله
العمر، ونتمنى ان شاء الله تتابعوه في القناه ديالو في اليوتيوب، ومسيره موفقه، كيدير اعمال ان شاء الله، نتمنى له ان شاء الله في المستقبل يزيد القدام، ونتمنى ان شاء الله من الدراري ان شاء الله نتعاونوا ونساعدوه، مثلا حتى هو رئيب للمدينه، اي واحد مثلا تعاونوا في روبورتاجات اللي عنده مشكل يمشي عنده يصور معاه وكذا، باش نعرفوا حتى المشاكل اللي عندنا في المدينه كيفاش وكذا، ولا اللي عنده شي مشكل في الناحيه الفنيه ولا في الجامع سميتو، عادي جدا راه حنا خوز وكنتعاونوا، ما يتنفخ حتى شي واحد على شي واحد. عمر راه ديالنا وخونا، وشكرا للجميع، هذه هي الرساله اللي نقدر نوصل.